والمسلسلات نحكيو على مسلسل سوبر تونسي ولا مشهد لبسام الحمراوي. المشهد باش تسمعوه اما ابدع بسام في دور الجوكير البارح فريمون طاقه تمثيليه رهيبه سندريلا. يلا سوبر تونسي القيس شقيل ومجموعه كبيره من الممثلين كريم غربي بسام الحمراوي لبنى الزديري نعيم الجني سي كمال التويتي. البارح كانت الحلقه الاخيره والحقيقه المسلسل حسب ما تبعته يعني نجم نقولوا عليه اللي هو نجح انه يشد المشاهدين وانه يلقى نسبه مشاهده كبيره والحقيقه سمباتيك حبينا ولا كرهنا سمباتيك برشا ماكش اللي باش تموت بالضحك اما فما دي سيكونس هكايا تعدى فيهم التبسيمه والضحكه. البارح باغ كونتخ المسلسل عدى مشهد لبسام الحمراوي اللي اعتبره هو ممثل رائع ورائع جدا. بسام اللي نعرفوه كوميدي ولكن كي ادي دور اللي درامي تراجيدي يبكيك بسام. والبارح بكينا في دور جوكير اللي أديه بحرفية كبيرة برشا. خلينا نسمع. في بالك تسخر، أنت إنسان خايب، أكحل قلبك من الداخل. هذاك علاش تشوف كان الخايب. مانيش خايب مهم. مانيش خايب. أنتم خايبين. تواسى خايبين. تواسى قلوبهم كحل. هم اللي لازوني باش يكون قلبي أكحل. أنا كنت طفل صغير ما عندي حتى ذنب. قلبي يا زينب. شوف حبيبة لقيتكم خايبين انتم اللي مسختوني مشكم وسخكم. قديت الدور بسام معناها حسيت فما هكا عرفتك اللي عمل لنا كلان دوي على جوكير. برافو على اللي عملته الحقيقه. الدور بسام هوني في المسلسل يضحك وكل شيء جاي في الحلقه الاخرانيه وتقلب معناها مش سهل انه ممثل يكون راهو يضحكك ومن بعد يعملك القلبه هذيك دونك يوريك هوني قديش هو عنده طاقه نتاع تمثيل كبيره. توسع قلوبهم كحل كنت قلبي ابيض هما لزوني نولي كيف ومن ولي قلبي يكحل. قداش نسبه الصحه نتاع كلامه؟ قداش النسبه؟ النسبه 99.99% 70% صحيح صحيح. صحيح 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 صحيح